انا في حته بس عند حضرتك، انا ان شاء الله دي ممكن بس ادخل لها حاجه مخصوصه، هي حته الفرونت اند. يعني انا عايز اخد كده سكوب الفرونت اند، نتكلم في الفرونت اند. حضرتك اللي دايما بتطلع تقول الفرونت اند مش زي الباك اند، وبتاع الباك اند اطلب من البتاع، والاتش تي ام ال والسي اس اس. انا عايز ايه مع حضرتك كده في النقاش، انا مبسوط بالنقاش بتاع النهارده اللي احنا ايه نحفر فيه شويه، عشان اثبت لحضرتك اللي بتاع الفرونت اند ده برنس، ده برنس، يا عم برنس. وصعب جدا اللي انت تبقى فرونت اند ديفلوبر شاطر وقصه. من فدي واقع حالنا صعب جدا تكون فرونت اند ديفلوبر شاطر بس بعلمك اياها باربع شهور. سبحان الله خلص اعلمها لك اهو، بس والله مش عندي في بس مش عندي في المدرسه للاسف. وانا انت اسمع معلش، احنا اخوان لما طلعت تحكي انه فول ستاك باربع شهور، بقول والله لو انه بده يحلف 100 يمين على فرونت اند، حتى فرونت اند ما انا بعرف شو يعني فرونت اند. وبتقول له انت هسه نفسك ناقضت نفسك، صعب جدا تكون فرونت اند ديفلوبر. بس انا ستيل دعمك اياها صعب بالنسبه لحضرتك بتهمشه فرونت اند بالتكنولوجيز اللي فيها. فرونت اند حضرتك صعب، بدك على الاقل سنه، بدك على الاقل سنه تعرف ليش. خليني ما هو عشان ما نصحش في بعض. الفرونت اند نيجي على الفرونت اند بس سريعا، على انا بشوف اذا بدك تتعلم فرونت اند ديفلوبر وما بدك تتاسس كثير راح تطلع ضعيف، وفي في 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 مساوئ لانك تطلع ضعيف بالاساس. يعني ايه فرونت اند يا باشمهندس؟ يعني ايه تعريف الفرونت اند؟ على الاقل يعني إيه على الاقل انا اعمل فيها. يعني حضرتك ممكن تقول لي ايه الفرونت اند تعريفه عند حضرتك؟ الفرونت اند زمان كانت الويب ديفلوبمنت تعتمد على ثلاث شغلات اللي هم الجافا سكريبت الاتش تي ام ال والسي اس اس، تمام؟ فكانت الناس تتعب عشان تطلع ويب سايتس فيها انتر اكتيفيتي وهذه الامور. شوي شوي صار يطلع فريم وركس زي انجلر زي رياكت، وهذه الفريم وركس اللي هي اصلا مبنيه على الجافا سكريبت، تمام؟ ففصلوا موضوع الديفلوبمنت، خلوا الباك اند يعطيهم الاي بي ايز والفرونت اند يعمل كل شيء، تمام؟ هلا كانت في تكنولوجيز الام في سي والاي اس بي 3 والاي اس بي دوت نت وهذه الامور، ولا زالت في هذه التكنولوجيا. وفي ناس احنا في شركتنا بنشتغل انجلر يا صديقي، احنا في شركتنا بنشتغل انجلر، تمام؟ فالفرونت اند صحيح هي فيها مليون شغله بدك تتعلمها. انا لما بحكي هي سهله ما بسخفها، فيها مليون شغله بدك تتعلمها. لكن انت اليوم لما بتتعلم طلابك رياكت زي اللي بتعلمهم جافا سكريبت؟ معلومهم الاثنين. طب انا فاهم، بس انا قصدي انه التعامل مع ما اقدرش اتعلم رياكت غير لما انا بدي اسالك سؤال. بدي اسالك سؤال وانت اكيد راح تكون صادق في اجابتك لي. انا هبقى صادق بالتاكيد، مش هكذب عشان اكيد. قديش اخذك لتتعلم رياكت بالله عليك؟ رياكت بالله عليك اعتقد اللي هو اخذ مني بالله عليك. هو انت ما تحلفنيش، انا مش هكذب عشان خاطر حد هنا. ما اقدرش اقول لك حاجه، بس انا اعتقد خدت شهر وتعلمته غلط تماما، وخدت مثلا لغايه دلوقتي بتاع كذا شهر عشان اتعلمه صح، لان معظم اللي اصلا بيدرسوا رياكت مش فاهمين رياكت اصلا. خدت شهر وتعلمته غلط خالص، وتعلمت جافا سكريبت غلط كمان. انا ما بعرف شو وضعك بالاساسيات. ايه علاقه الاساسيات ده بالرياكت؟ ايه علاقه اللي انا بتكلم في داتا ستراكشرز والجوريزمز برياكت؟ انت ماخذ الاساسيات وهي مش فريم ورك، لايبراري صح؟ ما هاي نقطه الخلاف اللي بيني وبينك. انت ماخذ ايه بقى؟ انا اخذت الاساس. تعالى يا باشمهندس نفترض انا اخذت الاساس معاك سنه ونص، ودخلت الرياكت رياكت، الاساسيات هتعمل لي رياكت. خليني اكمل لك. الاساس اللي احنا بنعطيه الالجوريثمز بروبلم سولفنج وداتا ستراكشر، هذا جزء بسيط من اللي بنعطيه. انت انتقدتني انه ليش اخترت ديسكتوب يا محمد ابو هدهود، مع اني انا شوف سبحان الله لما نزلت الكورس تبع الديسكتوب ديفلوبمنت حكيت للشباب انتم ما راح تشتغلوا في الديسكتوب ديفلوبمنت، بس انا باخذه كوسيله اني اعلمك في مفاهيم البرمجه الثانيه. يعني انا اليوم لما بعلمك تعمل كاستم كنترول، هي نفس المبادئ موجوده في الويب. لما بعلمك مالتي ثريدنج وهذه الامور، هي نفس المبادئ موجوده في كل مكان. شو فرقة المالتي ثريدنج اللي موجوده في السي بلس بلس عن الجافا عن الكذا؟ نفس كلها نفس المبادئ.
لما بعلمك اسينكرونس لحظه شوي لما بعلمك اسينكرونس بروجرامينج وديليجيتس وهذه الامور كلياتها هي نفس المبادئ تمام. لما بعلمك تتعامل مع الفريم ويركس واللايبراريز في الديسكتوب مع الكنترولز وكيف تعمل دوت كذا وتوصل وتوصل للهاي انت عم تتعامل مع الفريم في الاخير انا اساسيات التعامل مع شايف عشان ابقى فرونت اند كويس اخد سنه صح ايش هو عشان اتعلم ابقى فرونت اند كويس اخد سنه يعني شوف اذا بدك تكون فرونت اند كويس لا بس مش متاسس كثير ممكن تاخذ سنه بتكون ميديوم ليفل يعني انا اللي بدي احكيه انه انت عشان تتعلم فرونت اند حتى لو بدك تروح باسهل الطرق تبعتها ما انت حكيت سبحان الله برضو بالناقد نفسها مش انت حكيت شهر الرياكت ورجعت تعلمته انا بشوف انك في جزء المعرفه يا جماعه بدنا نفرق بين شغلتين المعرفه جزء والتطبيق جزء ثاني اقول لك انت جبت طالب اليوم وعلمته باربع شهور يكون فرونت اند ديفلوبر طيب مش هو عشان والله نكون منطقيين مش عشان يشتغل بده يحط مشاريع شغالها بالسي في عشان يكون يعني انا بدي اوظفك اليوم شو المشاريع اللي اشتغلتها مش كل مشروع بده يشتغله بده ياخذ وقت ما هو احنا بده يقدم سي في فاضي جاوبني بالله عليك جاوبني بده يقدم سي في فاضي انت علمته كامل بقى 10 فرونت اند انا معك خلينا بدي امشي انا مش انا علمت يعني انا مش عايز اقعد اقول البيرسونال اكسبيرينسز انت تقدر في 4 شهور وهتعمل مشاريع وهتبقى زي الفل لو اتعلمته صح اتعلمته صح خلي بالك اتعلمته غلط عشان اتعلمته لوحدي انما لو اتعلمته من اماكن زي الاماكن اللي بتعلمه الرياكت بتعلمه في شهر صح كنت اتعلمته صح انما للاسف بسبب وده هنا الرياكت تقدر تتعلمه في شهر كويس جدا 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 وتعمل بيه مشاريع والجافا سكريبت تقدر تتعلمها في شهر اذا الفرونت اند سهل هو انت في فول ستاك برضو نفس القصه لانك انت لو رحت خدت جافا سكريبت وخدت رياكت وخدت من رياكت رحت نوت جي اس وكلهم شغالين بجافا سكريبت الانتقال لده اصلا مش هيفرق كتير وهي برضو في مشكله يا باشمهندس هو انا يعني انا خلاص انا كمان ايه جبت اخر للاسف فانا تعبت